أهلا بكم أحباء الصغار، نحتفل معا مجال اللغة والكتابة. ضعوا أمامكم كتاب القراءة ودرس عيد ميلاد تالا الجملة المفتاح. أقرأ. ماذا لبست تالا؟ لبست تالا فستان البرتقالي. لبست تالا فستان البرتقالية. ما هو الحرف المتكرر؟ هيا نكتشفه. لبست، التاء في لبست متصلة في آخر الكلمة. تالا، التاء في تالا متصلة في أول الكلمة. فستان، التاء في الفستان في وسط الكلمة متصلة. البرتقالية، التاء في وسط كلمة متصلة. لهذا النشاط نحتاج أحباء الصغار إلى بطاقات الجملة المفتاح. لبست، تالا، فستان، البرتقالية. ولا ننسى النقطة. إذن جملة المفتاح: لبست تالا الفستان البرتقالي. والآن أحباء الصغار، نحضر قلم رصاص وممحات وعلبة التلوين لننفذ هذه الأنشطة. في كتاب دفتر التمارين صفحة 43 ولون الحرف تاء، صفحة 43 تاتاج. والآن على الدفتر الخاص بمادة اللغة العربية أكتب حرف التاء. نكتب حرف التاء أحباء الصغار على الدفتر مراعيا الكتابة الصحيحة من اليمين إلى اليسار. هيا بنا. اكتشفنا حرف التاء. هيا بنا نكتب حرف التاء معا من اليمين إلى اليسار. ننطلق ونضع خط. أحسنتم أحباء الصغار. توت، تاء. والآن أتدرب على قراءة الجملة. أتدرب على كتابة الحرف تاء. عملا موفقا أحباء الصغار، وإلى اللقاء مع فيديو جديد.